على رسول الله خواتات العزاز اخوان ديالنا كيدايرين لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معنا اليوم الثالث من معرض اسواق السلام سقلي اكسبو مدينه وجده. مرحبا والف مرحبا بالوجديه ديالنا والوجده ديالنا ومغير الوجده. مرحبا والف مرحبا بكم. كاين معرض لي زوين، فئة من جد مناسبه متنوع منتوجات زوينه وغزاله. غادي نتمنى ان شاء الله ان كل شيء يحج في هذا النهار الثالث، باقي السبت والحد ان شاء الله. ما تراتيوش لوكازيون وبقاو معنا ان شاء الله في هذا الفيديو اللي غادي يكون مليء بالمفاجات، وغادي نزيدو نصورو لكم الناس اللي ما صورناهمش في الفيديوهات السابقه. قبل البنات نبغي نعاود نشارك معكم لافوب اللي خديتو من عند بوتيك سميره الملابس التركيه، وراها جابت لنا حويجات ديال الخريف، قالت لي راهم حويجات لي زوينين دي زونسومبل، وجابت لنا الكيت مات اللي كنتو طلبتوهم عليها راهم كاينين في المحل، غير تمشيو عندها قبل ما نمشي انا نصور ان شاء الله. وبالنسبه للساك والله دائما كنبغي نشارك معكم حتى السويك الغزال ديالي من عند ليلا كيت لا مارك الدو، شي حاجه اللي زوينه وحتى هي ليلا كيت شكرا ليها بزاف بزاف، حتى هي سباقات تبارك الله عليها وكتعطي لنا هاد لي كادو بحال هكا. شوفوا معايا شوفوا لي كادو البنات، شي حاجه اللي زوينه. هادو 200 درهم البنات، وراه لا مارك الدو راه غنيه عن التعريف بالنسبه للساك. اللي بغات تمشي عندها حتى هي تدخل عندي وخليها اللوكاليزاسيون. ومرحبا والف مرحبا، لايك ديالكم بارطاج اشتراك ومرحبا بكم. ايوا شكرا لها والله يكرمها ان شاء الله. تبارك الله عليك سيدي، كصبحت لاباس عليك. صباح الفيديوهات ديالك كانوا الله يعطيك الخير. والناس سولوا عليكم اخويا وطلبوني على الرقم ديالكم. شحال من واحد قال لي راني تفرجت الفيديوهات نتاعك وجاو عندي هنايا ولي فكرهم نتايا ولي فكرهم هذا التعاونيه اللي جايين من سيدي بوهريه ديال المنتوجات المجاليه. مرحبا بالجميع، تبارك الله عليك. جميع المواد هنايا جميع التعاونيه اللي بغيتوها مرحبا بكم، راه عندهم داك الشيء ديال قول خليني نقول بركوكاش مرمز ياك وتيشا تبارك الله داك الشيء غزال. يلا الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. السلام عليكم، كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله. الله الله يبارك فيك معنا تعاونية تدا حدا من دبدو، تبارك الله عليك سيدي. بارك الله فيك، احنا جبنا لكم الزيت تاع 7 زيوت للشعر. ايه. وتنعطيو مع هذا لابروس فابور. الكادو يا. الشعر لابروس تاع المساج فابور، الكليان ديالك يجي نعطيو له فابور. تبارك الله عليك. ولا مولاتي الوجدية جبنا لها الزيوت جميع الزيوت. اها نتوما. عندنا كلشي طبيعي مقطر عليه، زيت الجزر، زيت اللوز، اركان كاع الزيوت كاين متوفرة، ونقدروا نعصروها لهم هنا مباشرة على الحصارة. واخا سيدي. ولا مولاتي تجي تجيو جبنا عمرية على الأشكال أنواع. هذا مقرب رمضان، ها العطريه ديال الدار، الفلفله الحمراء ديال الدار، بلديه، الفول الاسود، سكنجبير، قرفاف، رقوم، وسيرتو النافع البلدي، هذا ديري به السموم، ديري به السميطة، ديري به ما شاء الله عليك الكعك، وفيه علاج للمصران وليغاز. تبارك الله عليك. وجميع البودرات راه تيتصاوبوا على يد النساء نتاع القرية فلوش، كريمة ومريم، هما تيتنشيو ونقيوه ويصوبوا. يعني حاجة تحية لكريمة ومريم. تحية للنساء ديال العالم كامل. الله عليك. ضروري هما كل شيء. زيدنا خويا زيدنا. وتنجم هنا تشوفوا هانت هي. كاين المقطر يعني. كاين المقطرات يعني تساقط الشعر، كاين حتى المقطر ديال الأعشاب المخلطة، كاين أزير، قرفة، سيرتو إثنجابة، دابا كل شيء تقلب عليه على حسب تساقط الشعر. والثومة يابسة. والبودر حتى هي بلدية وزوينة ومعتبرة بلا ما تدخل زيد ديك بريحة الثومة. تبارك الله عليك، هضر لي على هادو. والنبق والخروف. النبق والخروب هادو تيديهم كمكملات غذائيه للدراري الصغار، الناس اللي عندهم فقر الدم، الناس اللي كنخلطوا مع الزميطة. تبان لي على زيادة الوزن راك كتبنا. زيادة الوزن نفس القضية، دايرين النبق والخروب مع الصوجة مع حبل العزيز مع إلا مع الحمص، هذه بحال كومبليمون أليمونتيغ طبيعي بدون أعشاب. الله يعطيك الصحة. يعني بحال تقول زيادة الوزن بدون أعشاب. تبارك الله عليك. مرحبا بكم. أثمنة. الأثمنة مناسبة، راه الزيوت 30 درهم، 40 درهم، 50 درهم. وتنديروا دي باك تساقط الشعر، وتنديروا ليفريزون، النمرة ديالنا 07 07 07 24 49، ليفريزون ا دوميسيل. الله يسخر. مرحبا بكم. تبارك الله عليك. تحية الناس إفران. الله يحفظك أختي. المدينة الغزالة ديالنا اللي كنفتخروا بها. بطبيعة الحال، الله يحفظك أختي. مرحبا. تبارك الله عليك. وشوفوا شوفوا يا خواتاتي واش جايب لنا. شوفوا شوفوا. الناس وجدة ديما جايب لهم، ما كنساوهمش. كتجيب لنا الزاز. هانتوما. هانتوما يا البنات. اللوبان غير 50 درهم. هانتوما شوفوا هذا عاوتاني غزال ما شاء الله. كاين هذا. كاين هذا. كاين هذا الدوبارات زوين هذا. شفت؟ وكاين هذا. لا ما شاء الله ما شاء الله. 50 درهم. هاد الكسيوات اللي موراك الكسيوات. صافي غادي نقلعها في المونتاج. روح خويا. أنا معاك بالنسبة لسنيد قاس. سنيد قاس. كاين هادي 60 درهم. الارتيزان البنات الكبيرة. كبيرة 80 درهم. هادي ها كبيرة. المراية خويا. المراية 80 درهم. ما شاء الله. موزون. موزون. الموزون. الموزون. كاين 80 درهم. كاين 40 درهم. كاين 25 درهم. كاين 70 درهم. تبارك الله عليك. بحال عندنا السويكات. السويكات هادي بحال هذا اللي عندنا. هانتوما يا البنات. فينكم يا بنات الجالية. الناس وجدها يوقع علينا هذا المره شويه.
واش غادي نقول لك لا اله الا الله هذاك الشيء اللي كاين عندهم لي زارتيكل هكا ديال الكحل عندهم هذا المفتاح هكا ديال الباب عندهم هذا المشاطي عندهم هادو ديال البنات هما شوفوا شوف المنتجه ديال كاين العنق وكاين ديال داك الشيء اللي كاين عندهم هذا ديال النحاس غزالين هذا شي حاجه مزيان فكاين هاد الهجاله هادي المعدن ما تيكحش هذا الدمالج ما تيكحش تبارك الله عليك كاين حجر طبيعي هو في الخلف هذا هذا اللي كيعطي الطاقه تبارك الله عليك وكاينين هاد البزيطمات ها هما شتو البزيطمات كاين بزاف هما لي بورتكلي ها هما المرايات عندك اسيدي هادو تاع الشمع ها هما بالنسبه لي زارتيكل ديال الخواتم ها هما البنات حجر طبيعي شي حاجه مزيانه وهادو اش غادي نقول لكم ها هما شوفوا 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 اختاري يا اختي وعز لي قبل ما تجي للمعرض ها هما كاين برومو كاين برومو الناس وجده كاين برومو درنا ثمن زوين بنيتنا اليوم وغدا باقي اليوم وغدا ان شاء الله اليوم غادي نحطوه قبل ان شاء الله باش يشوفوه اللهم يسب وكاين هذا عاود هادو بيه تاع النحاس تاع النحاس وهذا ديال الفضه يمكن ها هو شوفوا معايا البنات ما شاء الله اللهم بارك هي ديكورات داك الشيء اللي كاين وبنايه بيان سور كاينين الصنيدلات الله يسر لك الله يسر لك هذا الصنيدله هذه 50 درهم 50 درهم البنات اللي بغات شي حاجه مرحبا بها نشجعوا هاد الناس ديال الحويجات التقليديه تبارك الله عليك الله يبارك فيك الله يسر امرك لالا الزوينه كي دايره لبس عليك ملي جيتينا يا الغزاله الله يعطيك الخير مرحبا والف مرحبا الناس ديال سوس شوفوا البنات لا فاتو جوتين لا فاتو جوتين وكاين حتى لبسات امازيغيه تشيتشو فيهم لبسات امازيغيه وفيهم الحروف ديال تيفينا كاينين قمطات كاينين بنادرات كاينين هكا البندورات كاينين الفاطر كاين السيوات بالشال ديالهم كاين بحال السيوات السواجات غزاله يا اختي راه فيها عندهم فيها البيض وهذاك الزرقاء عاوتاني جايه بحال الباس هكا وهادو هما اللي كيحطوهم لهيه واه تبارك الله عليك زعما كنديرو حتى المنتوجات الطبيعيه كنديرو لي بارفان بالكول طبيعي لو الناس عندهم حساسيه كنديرو الجيل شامبو على ود الناس عندهم تصفر الناس اللي عندهم الكلب لوبان داكا كولاجين طبيعي تمحيط ديال البشره عندنا النيله الاصليه كنسطر عليها النيله الاصليه كتوحد وكتنقي وكتصفي عندنا جميع لي برودوي ديالها لي ماسك بريمان صابون بلدي لي بوماج عندنا لي باك ديال التساقط ديال الازير ديال الحشيش لي باك ديال اكل فاسي الارقاد ولي بوماج عندنا خطيرين كتعطيك نتيجه ديك الساعات غتجرب لي تبارك الله عليك على ذكر الكوماج تبارك الله عليك لاله كسبحتي وجربينا يا اختي جربي النتيجه غادي تبان في البلاص ما شاء الله ها نتوما بالنسبه للقماش راكم كتلاحظوا ان كاين واحد الحبيبات هادو ديال الارقان لاباك ديال الارقان كاين واحد الحبيبات هكا هذيك ديروها على الوجه ديروا على لي ما اي بلاصه تصبغات كديري داك القماش وتلقى النتيجه شويه ومن بعد كتخليه واحد شويه تبارك الله عليك شكرا لكم بزاف ونتمنى بناتنا كاملين ان شاء الله يجيو عندكم الله يسر لكم بارك الله فيك هانتي يا اختي هانتي ها هو النتيجه ها هو كتحسي بداك الشيء هذيك القشره الميته كتحيد هذا الميته كتحيد شو ما شاء الله عليك نتيجه زوينه مرحبا بناس تفوغالت كي داير لاباس عليك اللهم بارك اللهم بارك هانتوما هانتي اللوز ديالنا ديال اللوز ديال الناس تفوغالت تبارك الله عليك اسيدي الله يعطيك الخير هادو شحال كدير له الكيلو ديرنا ثمن زوين باش الناس ديالنا يجيو عندك ليدا كيلو امنو لاكاد الله يعطيك الصحه غادي شوفوا ليدا كيلو غادي يعطيكم كادو من هنا كادو من لهنا من يلا اللهم بارك غادي نبداو ان شاء الله بالعسل ديالكم كاين العسل الحر كاين السدر كاين الليمون كاين الموز مرق واخا بالليقه كاين زيوت طبيعيه جميع الزيوت جميع انواع الزيوت غادي نقز لك هنا مرحبا هذه السميطه واخا هذه الحنه تبارك الله عليك اللهم بارك وبالنسبه لي برودوي كوزميتيك حتى هما راهم كاينين هنايا الكوماج الكريمات هذا مورد واخا تبارك الله عليك كاين هادو لي ماسك ياك واه لي ماسك لي كوماج لي كريم لي ماسك ماشي كلشي راه كاين هنايا عند الاخ ديالي ومن نجيوك البنات ديالنا من قناه الوجديه تهلا فيهم تبارك الله عليك شوفوا خواتاتي غادي نشارك معكم تعاونيه دوار الدواهيات والمنطقه الحدوديه هما راهم جايين في المنطقه الحدوديه هذا هو الرقم ديالهم الا بغيتوا تتواصلوا معاهم بالنسبه للسيد ديالنا هو هذا تبارك الله عليك سيدي حتى هو راه ولد وجده وراه كيدير لنا هذا الشيء ديال التعاونيه العسل ياك التعاونيه عائليه المنطقه الحدوديه منطقه الكار الجهه الحدوديه كنخدم في مجال تربيه النحل وانتاج جميع منتوجات الخليج بحال حبوب اللقاح بحال العقبر
هذا العقبة نتاع الخلية بروبوليس العسل بألواحها، كاين عسل جبالي، كاين عسل أعشاب، كاين عسل سدر، كاين مجموعة من العسل، كاين العسل الصيفي هذا كيتقال شوية رخيص لأن كتبقى تجيب منه تجيب من العناب الكرموس كان نديرو لها 30 درهم. نعندوق أخويا. وبالنسبة لهادو هاد العسل هادي واش يقدروا يستخدموها حتى في الدواء؟ يستعمل ياك ماشي غير الماكلة، تستعمل في الدواء، تستعمل كشامبو للشعر ياك، يديروها في الخلطات ديال الماسك ديال الشعر، عندها شي شامبو ولا تقسم لهم المواد الكيماويه، دير مع العسل. تبارك الله عليك فكرة زوينة. العسل عاودك تقدر تولي كحل غير هكا، دير واحد الطاب ديالها في العين، يعني دواء كتلعب واحد الدور في العين، يعني كتنقيها تصفيها واخا تحرك كتخرج كاع دوك الميكروبات منها. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. وهنايا هادو بالنسبة لهادي تصاديهم المرأة، المرأة ديالي هي اللي دايرة هادشي، تحية ليها مسحوق ديال الريحان. هذا الشمع الحر كنخدموا به مجموعة من الكريمات، كاين كريم معدل بالليمون مع كاين كريم معدل بفليو، وهذا الشيء كل شيء موجودة في الفيرما يعني ديالي، كل شيء ديالو طبيعي بيو 100%. هذه هدية لك، الله يعطيك الخير. الله يعطيك الخير جربيها صافي سيدي، الله يعطيك الخير. هذا ديال هادو ديال قدمان خواتاتي، الليمون أحسن حاجة تاع الليمون، تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. كاين فليو حتى هو دايرو في الفيرما، دايرو الحل ولكن كان ندخلو في حتى هو دخلو في هذا لي برودوي ديالكم. كاين عشب الشاك، كاين كيقولوا له السلميه حتى هي مدخلينها، انا ما كنتش نديرها نهار الاول ولكن هذه هي السلميه. هاي كاين السلميه هذه انا تاع عندي في الفيرما، ياكل منها الحل ومن بعد استغلوها حتى عندك الصح. راه السلميه راه غنيه على التعريف، نزير عاوتاني حتى هو في الفيرما. المهم خوتي خواتاتي كلشي راه عنده ديال لافيرم ديالو، تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. ومن يجيوك بنات المجديه الله يكبر بك، المنطقه الشرقيه والمغرب كامل الله يعطيك الخير اسي. انا راه نسيت، قال لي لا راني قلت لك نعطيك الدوقي، ها هو غادي ندوق اخواتاتي ونعطيوكم الراي ديالنا اون ديغيكت. اللي جاي بدي ياكل ياكل لجدا اهل الكرم، الحمد لله راه حنا هنايا راح نديروا لا بريزونطاسيون تاع المنتج. الله يعطيك الصحه. اخواتاتي راكو عارفين انا راه المصداقيه اللي كيره كنقول لكم، العسل ما شاء الله، العسل ما شاء الله. هاكا ما تبارك الله عليك سيدي، زيدي هذه الرخيصه ديالهم باش هي نعطيوها ل هو تصدوق اخواتاتي. هذه ديال 33 البارح قلعتها، ها هي شوفوا دوك الحاجه زينه زينه. هذه العسل هذا زين، هذا واعره رائعه رائعه صراحه، والله الا واعره. الله يعطيك الصحه، هذه اللي بدا كل الكاطو بالعسل والله احسن السكر، والله الا عندك الصحه تبارك الله عليك. هذه هي رخيصه، هذه ديال 30 درهم ماما، وشوفي غادي تذوقي المذاق كيفاش داير. لا تبارك الله خواتاتي العزازات، غادي نصور معكم تعاونية أورتو فلاح. جاونا الناس من أكادير يا أختي، تبارك الله عليك، كي دايرة لاباس عليك؟ مرحبا وألف مرحبا. التعاونية ديالكم شنو كدير؟ التعاونية ديالنا جبنا من أكادير، عندنا مجموعة من المواد الطبيعية، عندنا البوماج بريمات، بومالين، عندنا ديال الجلسه وخطير، عندنا شامبون ديال ازير خاص بتساقط الشعر، عندنا من مجموع عندنا فيتامين سي زوينه ديال الوجه، فيتامين سي البنات الوجه، سيروم عندهم هذا السيروم، عندنا سيروم ديال التيشوكي هذا خاص بالناس اللي عندهم الغيد تجاعيد، تجاعيد واخا، عندنا ارغان ديال كوزميتيك جميل هذا خاص بالشعر والوجه، بريما البوماج ديال العسل. ركزي لي على العسل شي شويه، العسل ديال الليمون، شوفوا ديال البرتقال، ديال ديال الازهار، ديال الارغان، ديال الدغموس، ها هو شتو راه عندهم حتى لي زومبالاج صغار، عندهم ارغان واخا يا لالا، ها هو وعندهم املو ديالهم، ها هو الكيلو ونص كيلو والرابعه، وحبوب اللقاح عاوتاني حتى هما ما شاء الله عليك. اثمنه الاثمنه اللي جا من طرفك واه، هذا غادي نخلي لهم 120 درهم. الله يسر امرك، يلا هالبنات يلا هالبنات، تعاونيات وفلاح ياكي فورتي وفلاح، تبارك الله عليك، الله يسر لك امرك تبارك الله. هادشي اللي قالت لكم هي هنايا في الفيديو هو هذاك تعاونيات عثماني، ما شاء الله عليك. كاين العسل البنات كما راكم تشوفوا معايا، العسل بانواعه، شوفوا شوفوا البنات
انا قلت لها هضري على حوايجك باش تعرفي واش تقولي. غادي خصني نبقى نقرا صاحبتي انواع ديال العسل اللي راه عندكم هنايا. كاين زداد الليمون و زعما كاين الاعشاب كاين هذه ديال شهر 9 اللي كتديب يا ديال شهر 9 يعني عاد جديده تبارك الله عليك. اه مزيان هذا الشيء. هانتوما جميع الانواع ديال العسل كاين عندها الكيلو نص كيلو والربعه البنات اللي بغات تجرب. بالنسبه لي برودوي كوزميتيك هاد لي برودوي هما طبيعيين بمنتجات الخليه. هاد الناس هادو كيحرصوا ان كاع لي برودوي ديالهم اللي راهم هنايا كوزميتيك كيخدموهم بالعسل ديالهم. سمعتوني البنات وهاد المنتوجات اللي كيكونوا مخدومين بالعسل الطبيعيه كيكون عندهم لي في بزاف كبيره. الشواهي ديالهم البنات راهم هنايا والسيده ها هي شوفوا معايا لونسا البنات حاصله على الشهاده ديال لونسا بالنسبه للتعاونيه عثماني ها هي هنا غادي غير تدخلوا مع الاتصالات السيده راها هنايا. وجديه ديالنا بركانيه ديالنا ما بغاش تهضروا هضرناها تبارك الله عليها وتبارك الله كاع على الناس ديال بركان الله على ناس قنيطره تبارك الله عليك الله يحفظك. عندنا معنا امياس غادي ان شاء الله غادي تشارك معنا لي برودوي ديالها البنات. اول حاجه غادي نبداو بهذا الدونتيفريس هذا اقوى دونتيفريس في المغرب مونسون كيبيض السنان وكيعالج المشاكل ديال اللثه وكيعطي نتيجه من اول استعمال كتلاحظوا الفرق تبارك الله عليك الله يبارك فيك ربي يخليك. هادو هادو شنو بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال الجلد ايوا الزهر كنعطيوهم هاد لاكام فيها هاد القماش ديال النيله كاين ديال النيله وكاين ديال الزهر كاين ديال تاج العود وكتمشي معاهم هاد البوغ هادي اللي ملقبه عند امياس بالحلويات هادي راها معروفه بزاف وزوينه وزوينه مزيان. وشنو الفرق ما بين الغوز وديك الماء غير الحلويات غير الريحه فهمتي هادي كتضغطي مزيان هادي راها واعره في التقطيع ما شاء الله عليك. والناس اللي كيعانيو من جلد ايوا الزهر راها واعره هادي افيكاس ذكر لا بالنسبه للشامبو حتى هما راهم هادو الشامبوان هادو سونسيلفات هادو زوينين بزاف كاين هاد البوتوكس كابيلار هذا كيرطب الشعر مزيان هذا زوين هذا واعر ذكر لنا. غادي نوريكم الريحه هذه اللي غنيه عن التعريف الريحه ديال المقام كاينه تويلايت كاين هذه الريحه اللي كتجلس 3 ايام في الشعر سيرتي اختي نعطيوهم الخبار ها هو شوفي معايا البنات كاينه هذه تويلايت كاينه هذه كاينه ديال فاني كاينه ديال فاني كاينه جوري وكاينه ديال العود بزاف واعره كاينه ديال العود واعره البنات تطريتها ما شاء الله راه كيجلسوا 3 ايام في الشعر على حسابي مرحبا بكم كيجلسوا 3 ايام واخا. عندكم هنا واش هذا كحل ولا هذا مسك الطهاره مسك الطهاره هذا مسك الطهاره وهذا واش هو هذا كريم ادغاث وهذا كيرقب الوجه مزيان ديال النيله واخا لالا ديودورو عندهم هنايا بهذا الشكل بوماد بحال هكا هذه طبيعيه الناس اللي كيخافوا يديروا شي حاجه هكا ديرهم زعما البلاصيس ولا هذه راه طبيعيه ما تبقى 100% تبارك الله عليك. القماش هذا ديال يدين هذا القماش ديال يدين كاين كاع ديال كل شيء وهذا هذا ديال الزهر هذا هو اللي هذا هو ديال جلد ايوا داكور. بالنسبه لي جلوس ما شاء الله عندهم بزاف ديال لي برودوي البنات وراهم جايين في الدخله هنايا ديال اسواق السلام غادي نوري لكم شوفوا البنات غير تدخلوا هنايا مع الدخله تلقاو هنايا ستاندين ديالهم تبارك الله عليك. شوفوا البنات غادي نشارك معكم للمره الثانيه لالا زهره اللي راه جايه من قنيطره هذا هو الرقم ديالها كدير لنا هاد لي برودوي ديال فوريفر. شوفوا البنات راه عندها هاد ديتوكس هذا ديالها راه غني يعني التعريف هاد ديتوكس كيزيل السموم عندها حتى هاد السطيلات هادو اللي كيعاودوا يشربوهم البنات. انا كاين بزاف ديال الاخوات اللي زعما كنعرفهم وكيشربوا هاد لي برودوي هادو حتى هما كيمزيلين السموم. كاين هاد الصابونيه ديالهم غنيه يعني التعريف ها هي كاين هاد ديودورون ديالهم هذا ما تخافي منه ما والو البنات على حسب ديودورون انا ديجا مجرباتو ما شاء الله. كاين هاد الدونتيفريس ديالهم كاين هادو ليكرون سولير ديالهم يا كارتي وكاين لي كريم ايدغاتونت. بالنسبه لهادو بالنسبه لهادو المكملات الغذائيه وكاين حتى الوليدات الصغار هاد المكملات الغذائيه. شوفوا معايا البنات كاين بزاف ديال الانواع ديال المكملات الغذائيه اللي بغات تعرف شي حاجه تواصل مع لاله زهره هي غادي تشرح لها. تبارك الله عليك وسمحي لي درت لك هذا الفيديو قصير لانني ما نقدرش نهضر ما نعرفش زعما المفعول والسيده راه شويه عيانه ما قدرتش تهضر معنا في الفيديو. وتبارك الله عليكم كاملين البنات لالا مروه تبارك الله عليك لالا كي صبحتي مزيانه تبارك الله على الناس ديال تماره الله يعطيك الخير. واش جبتي لنا هذه المره ها انتما يا اختي غادي نبداو لكم تريكويات راه كاين فيهم بزاف ديال الموديلات وثمن واحد هادو مشاو هادو دابا كانوا 130 دابا درت لهم ثمن 100 درهم 100 درهم البنات كانوا 130 وراه عندها بزاف الموديلات فيهم واللوينات التلوينه حتى هما راهم كاينين ياك هادو حتى هما 100 درهم 100 درهم البنات عندي تويبات هاد 150 درهم تويبات هادو الكريب ريح وبالنسبه للجوهره ريح حتى هي راه كاينه 130 هذا مسلين لا مسلين مطروز مطروز من الليد ومن العمق بشحال
120 البنات سمن زوين تبارك الله عليك. كاينين هاد السريبلات هادو بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش العقد وسخيخل هذا فنين اختي فنين. هادو 100 درهم 100 درهم البنات الثمن زوين. وهذا هذا بحال كولون يمكن هذا كولون وجاي هكا زوين حتى هو فن. البنيات اللي بغيو يلبسوه مع لي بوت ولا مع لي سبادرين يجيوهم زوين. كاين هادو ديال صوفيا 200 درهم بدات لي 180 فيهم الكحل سال بلومارين ديالو غزال هادي ديال تركيا ما شاء الله عليك اختي بارك الله فيك والله الا حويجات زوينين. عندي هاد الشوميز ديال تركيا حتى هما هاد كانوا 60 درهم دابا حتى هما 180 180 البنات هادو لي شوميز ديال لا تركي ويبان لي فيهم العرض البنات عراضين شوف ديالهم خيط خفيف وشوفوا لي راه فيهم عندهم فيها لي موتيف مبدلين داكور لالا لا بحال سروال كيطما راه فيه هاد الباج وفيه حتى الكري ديالو واخا هاد اللي تشوف كاملين دابا حاليا اللي جا مطرف نخليهم 100 درهم كان 120 درهم وكل 100 درهم تبارك الله عليك ما شاء الله. هادو 50 درهم 50 درهم البنات 50 درهم حتى هما ديال تركيا 50 درهم البنات ركزوا لي على الثمن. هادو 50 درهم كاين هاد السريبلات هادو هو البينات واللي طال 70 درهم 70 درهم يلاه اتمنى زوينه الصراحه حتى هو فيه الوينات وما شاء الله اللي بغيتوها مرحبا و1000 مرحبا 70 درهم فقط. هادو السامبل البنات حتى هما 50 درهم هادو مع من هادو مع داك الخدمه ديال صوفيا واخا ورينا 120 راه فيهم الوينات حتى هما كيجيو هكا تويب خفيف زوين ديالهم خيط واه شوف ديالهم ما كيشربش يديو يجربو ويردو الله يعطيك الصحه. هادو الباسات البنات ها هما خفيف لتحت لتحت كل شوميزي 200 درهم هادو ديال تركيا قلتي لي ديال تركيا البنات واخا وكاين عندها فيها لي موتيف هادو ديال تركيا كاين هادو 100 درهم ها شتو شحال هذا بنتي هذاك 120 لي شوميز ولا زيدينا زيدينا راني معاك كاين هادو شوميزه طويله هادي هادشي واخا هادشي هذا اها هادو اللي عجبوني هادو بشحال درتي لهم هادو دابا 180 دابا هذاك الكحله الكحله هادو 150 زوينه حتى هي زوينه كاينه هادي بقات فيها بياسه وحده زوينه هادي بالسروال ديالها اه داكور البيسه غزاله يا اختي بالسروال ديالها بقات بياسه وقفيها باش تبان لهم ديك النزله اللي نازله منها ومنها لا شوميز ها هي البنات شحال قلتي لي الثمن هادي 300 درهم زوينه فنه تبارك الله عليك هاد اللي غوب هادو البنات رواحوا هنايا كما غادي تشوفوا معايا ها هي اتصالات ها هي البنت هنايا تبارك الله عليك جبتينا ديزارتيك الغزالين الله يسر امرك خواتاتي غادي نشارك معكم عادل ايبونس وهذا السيد هذا راه شرط عليا قال لي تنفهمك ونجرب انا وياك عاد نبداو نخدمو تبارك الله عليك سي عادل كي داير لاباس عليك مين جيتنا سيدي والله ما قريتش مين جيتنا هادي ايبونس حنا جيناكم من كازا من كازا تبارك الله على ناس كازا الله يسر لك سيدي عندنا واحد المجموعه خاصه متخصصه في العنايه بصحه القدمين واليدين اولا القدمين ونص المنتوجات تستعملهم اليدين ديالك وهنا اليكون والركاب والركابين قلت له واش كاين شي حاجه ديال الوجه قال لي لا حنايا اليدين والرجلين يلا روح اخويا وريني داك الشيء اللي قلت لك لا لا اللي عندنا مجموعه خاصه العنايه بصحه القدمين اللي فيها الاملاح هما هادو وهادي راه بالريحه ديال النعناع هادي بكاليبتوس كاينه بالزهر كل وحده وبعد يعني كل وحده واش تحتاج الحجره اللي رديت ليها كيف شرحت لك انها مسدوده ما كتلوش لها الماء ما كتريحش ما كتغمش وما كتفرسكش وفيها جوج الواجهات وواجهه فيها الكبريت باش حتى تحطها شي مكان معقم ما كتشدش الشامبينيون الله يعطيكم الصحه عندنا المرطي اللي فيه الشمع تاع المحل ديال الشيا وفوق هادي راه عطاني غير واحد النقيطه الكميه اللي كتبان لك هادي اللي خدمنا بها الناس تاع وجده هادو فاتوا كاملين الناس وجده غير كاملين اه كاملين والقماش اللي مخدوم بالرمله هادي هي المجموعه أربعة ديال لي زارتيكل عوض 115 كدير 100 درهم 100 درهم مجموعة رائعة من بعد هذه المجموعة هذه بصفة عامة وكاين تخصص تخصص لكل رجلة والخصوصية ديالها الناس اللي كيعانوا من شامبيونات الأظافر سيروم خاص شامبيونات الأظافر وإزالة الأوفيديات والميكروبات وطال الناس اللي عندهم رائحة القدمين بالنسبة للولادات الصغار والكبار واه نيشان متفقة معاك هذه مجموعة خاصة للعناية بصحة القدمين من بعد عندنا
كيف كتشاهدي معايا هنا كيوسة اللي فيهم تاع الدات تاع الوجه تاع الصابون وتاع الظهر وديري من مجموعه بحال هكا اللي فيها تاع الوجه تاع الدات وتاع الظهر وتاع الصابون عوض 105 دراهم مفرقين كنخليوها 100 درهم ومعها برودوي كادو من عند ايبونس تاع 25 درهم وهنا الصابون الى رديتي ليه الباكين اشكال وانواع هنا كاين باليازير الناس بالنسبه للناس اللي عندهم حب الشباب ديتوكس وخزامه ديتوكس الحامض بالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه جانجوبر اونتي اج ايكاليبتوس كيسخن القرنفل رولاكسون والنعناع انتعاش وهنايا النيله والعكرفاسي للتبييض واركان للترطيب الله يسر لك الامور صراحه انا كنت بغيت ندير معك شي تجربه ولكن واش نشد اليد تاع الوالده ديالك وندير معاك مرحبا سيدي مرحبا قلت لك انا استفدت من عندك صراحه ديز ارتيكل يستحق الانسان يجي ياخذهم تبارك الله عليك الله على المتابع ديالنا الله يعطيك الخير شكرا واش راك متبعني ستير هشام ولا قناه الوجديه انا كان شوف قناه الوجديه حتى المدام صوروها قول لي غير انا يا واش داك الشيء هذا شارفين علينا صوروا قلت لك شارفين راكي عاد غزاله ما شاء الله عليك تبارك الله عليك سيدي وشكرا لكم على تشجيعاتكم والله لا تبارك الله والف ما شاء الله عليك خديجه نذكروا الاخوات بالبيجامه اللي جايبه لنا ما شاء الله والاثمنه مناسبه تبارك الله عليك والله لا تستاهلي كل الخير حتى انت تبارك الله عليك يلا اتينا ها هما حبيبتي هادو البنات راه مابقاش عندي فيهم بزاف مابقاش عندي شي حاجه قليله ارواحوا راه هادو راه كنديره فيهم السولد هاد المره خديجه ياك سيدي قولي لي الثمن شحال 1440 درهم كاين صابوات واه كاينه سلعه جديده حتى هي جبناها ديال تركيا بوعه ايه هادو ديال تركيا البنات بهم بالسريويل ديالهم رومي راه فيهم اللوينات ديالهم هادو بشحال مشى ها هو شوفوا الجون ديالو تبارك الله ما شاء الله الكحل ديالو حتى هو زوينين فهمني السريويل واعر البنات تبارك الله مشات السلعه شكرا بزاف اختي والله لا تستاهلي كل الخير وكاين هاد اللباسات حتى هما ها هما شوفوا هادو دومي سيزون البنات ها هما اه ماشي لباسات راه هادو بيجاما ها هي بها بالسروال ديالها تبارك الله عليك وكاينين هادو عطيني اللي راكي دايره فيهم ثمن زوين نعطيو للبنات 140 وهادو عاوده البنات حتى هما كيجيو بويض الفوق وملونين لتحت واه بقاو ثلاث بياسات كلشي غادي تصلد ان شاء الله باذن الله في هاد الثلاث هاد اليومين اللي بقات الله يسر لك موديل رومي ها هو حتى هو زوين ما شاء الله عامل اللوينات ديالو ها هو شوفوا معايا وكاين هادو عاوتاني هذا عاوتاني عامل اللوينات ديالو ها هو تبارك الله عليك والله يبارك والله الله يسخر بغيتنا اللي بغى شي حاجه حلقه دور دور مثلا بالطبخ اللي بغات شي حاجه البنات تجي عند خديجه بالنسبه لي زارتيكلا كاين بزاف غادي تعذر علينا نوريهم هادو شحال كدايره لهم 140 ساتين الله يسر لك خديجه تبارك الله عليك 0675 31 54 الله يسر الامور اخواتاتي غادي نشارك معكم مفروشات الهام بالنسبه للالهام راه وكتقلنا هاد المفروشات هادو ولا الا بغيتها هي تكون معنا باش هكا نصوروا معاها وللاسف راه ما كايناش المهم عندهم هاد لي زارتيكل هكا ديال القاطونه كيمشيو يمكن بثروه بياس راه يبان لي هنايا جوج سيدات ولوس ديالها في عندهم فيهم اللوينات وكعندهم هاد لي زارتيكل هكا ديال الوساده هادو شحال كديرهم اخويا مسايد شحال كدير 30 درهم وهادو هادو 22 عرف هذا كاطون في جوج وسايد وكسميت ولاغوس راه فيهم العبارات وهنايا هادو واش هما؟ هادوك بروتيج ماتلا بروتيج ماتلا راه فيهم بلاستيك لتحت راه درت تبارك الله عليك شتها في الفيديو راه فيهم لي كولور ديالها حتى هما راهم كاينين فيهم بلو سيدات ياك انا هذوك تاع لي بيبي داكور واخا راه عندهم المهم بزاف ديال لي زارتيكل هنايا شوفوا معايا شوفوا شوفوا هادو كاينين لي زور بهم بلوسايد ديالهم بلاصه ولا جوج هادو بدو بلاص راه فيهم جوج وسايد واه تبارك الله عليك زيدني زيدني هاد لي زور هادو هنايا ولا وسايد هادو وسايد وخلاف هاد وسايد شحال قلت الثمن ديالهم هادو 30 درهم وهادو هادو كاشمير هادو 30 درهم حتى هما 30 درهم وهادو نتاع بحال كاين وليدات بنيات واخا كاين هادو لي زارات بهم بلاحوس ديالهم واخا راهم دايرين 160 درهم ها هو شوفوا كاع فيهم اللوينات ما شاء الله هادو واش هو هذا واه هذاك بروتيج ماتلا حتى هو بحال هذا هذا وين الخمال ديالو بحال هو صافي ها هو شوفوا باش يبان لكم البنات بروتيج ماتلا بالنسبه لالهام مفروشات الهام كيديروا حتى هاد لي كوات هاد الشكل هذا لي مارك ولا ديال وليدات ولا بنيات راهم كلشي هنايا متوفر عندهم راه كاين
سمعت لي فين في سوق طنجة باش الناس اللي بغاو يجيو؟ سوق مليلية. سوق مليلية زنقة 6. زنقة 6 تبارك الله عليك. المعتبرات الخوات. الله يسر. الارتيكل هذا ديزارتيكل هادو ديال الدراري الصغار وكلش راهم هنايا ديال كوركوس مول فهمتوني؟ هادو اللي كيصاوبوا بهم هكا العقيق وداك الشيء شوفوا معايا هذا الشكل هكا كاين المسيسكات كاين هاد التويشيات بحال هكا شفتوا كاينين بحال هكا كاين بزاف ديال التويشيات رانا كاينين بحال هاد لي باليت راهم طومبوكس كاينين هادو هادي فيها خمسة ديال لي باج فيها جوج ديال لي زيتاج ديال الاي شادو كاين الهايلايت كاين البلاش وكاين ليبستيك وكونسيلر هنايا تبارك الله عليك يعني كاع ما تبقاش تقلب منه ومنه كلشي مجموع في بلاصه وحده هادي ديال كارلا وكاين عاوتاني ديال الربعه ديال لي زيتاج كاين فيها هادي ايطاج واحد تاع الاي شادو كاين الهايلايتر والبلاش وكاين عاوتاني هنايا الباودر و ما شاء الله عليك زيدي هضري لنا عاد واش بلي بحال هاد لي باليت هادي عاوتاني حتى هي راه فيها كلشي هادي كتبقى 180 درهم تبارك الله عليك بالنسبه لهذه راه كتبقى 180 درهم فيها خمسه ديال الزيتاج هذه 160 درهم 160 داكور وعندنا عاوتاني لي فيغورين ديال لي زانيم راهم كاينين ديال وان بيس كاينين ديال ناروتو عندنا سلاسل عندنا سلاسل نتاع لي زانيم كاينين عندنا لي باليت نتاع ماكياج تاع الدريات الصغار كاينين عندنا الفوكويات كاين العجين كاين اي حاجه تحتاج للدري الصغار عندنا عاوتاني هادو شفتهم هادو صورتهم معاهم الحاجه اللي بغيتوها نحصل عند كوركوس مول راه كاينه تبارك الله عليكم الله يسر غادي نشارككم معكم لوكس دافال شوفوا بالنسبه للنمره ديال التليفون ديالهم ولا مواقع التواصل ديالهم هو هذا الا بغيتوا تتواصلوا معاهم ويبان لي جابوا لنا هنايا لي بارفان اختي تبارك الله عليك لاله كي دايره لاباس عليك واش ديالنا وجديه ما شاء الله عليك بارك الله فيك بريزونتي لنا يا لاله دابا جبتو هكا تبارك الله فيك جبتو هكا بارفان هنايا معرض ديال السقلي في اسواق السلام لي بارفان ديالنا كيتخدموا بليسونس ديال لوريجينال كيتخدموا بان الكول طبيعي ما كيديرش حساسيه جلديه ما يديرش ريحه ديال الراس ما يطيش شي حوايج ما كتشميش ريحه الكول في لي بارفان باش كتسطر شي بارفان ما كتشميش ريحه الكول ما شاء الله عليك غادي ندير لك هذه وخا لاله بسم الله وفيهم دي فيكساتور كيبقاو في الحوايج ما شاء الله ما شاء الله بالنسبه لهاد لي بارفان كيتخدموا في لافي دو غراس كاينه في لا كوت دازور في فرنسا وماتير سان هو اللي دخلنا هاد البرودوي هذا المغرب المحل الاول في مراكش المحل الثاني كاين دابا في الله يسخر تبارك الله عليكم ولكن دابا حنا كنخدموا تقريبا غير اونلاين الناس كتخدم واخا كاين يعني لا ليفريزون كاين لا ليفريزون يتواصل معنا من النمره ديال التليفون تبارك الله عليك الا بغيتي تبريزونتي لي زعما لي زارتيكل اللي راهم عندكم زعما دايرين طوندونس عندكم اللي كيطلبوهم بزاف فوالا غادي نبريزونتي لك كاينه بار ديال فيكتوريا سيكريت راها طوندونس بزاف لو كود ديالها عندنا هي في 111 هذه راها طوندونس بزاف كاع كاينه غبار الذهب غبار الذهب حتى هي راها طوندونس كاينه بيغ ميسك حتى هي راها طوندونس كاين بربري هير البنات بزاف راهم كيجيو كيطلبوها بربري هير حتى هي راها طوندونس هاد الوقيته هادي اللي بدا يدخل البرد بزاف كيطلبوا لي بارفان حلوين ما شاء الله عليك والصراحة البارفان زوينة يعني تستحق ان بناتنا يعني ما كرهتش تكون كان عندكم شي محل شي نهار نبريزونتيوه للناس ديال وجده باش هكا تعرفوا اكثر باش غديروا المحل ان شاء الله توصل الله يسر لك زعما البارفان اللي غزاله ما شاء الله الله يسخر لكم الله يكبر بك سي كريمه كصبحتي سلام لبست عليك مزيانه الله يحفظك يا كريمه ما شاء الله عليك كيما موالف متعلقه ديما الجديد تبارك الله عليك داكشي صايب مصايبه بيدي تبارك الله عليك تعاونيات كريمه عالمي كاين جبنا شي جليبات ديال الراندا صايبهم ليا مزيان تبارك الله عليك صنع زوينه البنات ها هو هانتوما تشوفوا ياك يعني انت كتخيطي ماشي كنخيط انا ندير هاد اي تنبات وداك الشيء ياك فن داكور وا هادو شحال كدايره لهم هادو 15 واخا زيدي هادي غير عندك واخا هذا قفطان ديال هاد الجلابه داك اللي بغات تاخذ هادو بياس واخا لاله كاين موزون ديالهم عاوتاني واه ما شاء الله مصايبه الحسه الصحراويه الكريم ديال الكتيره اللي بغات تغلق هذا كتحددي به المناطق اللي بغيتي تغلضي ومصايبه هادو اللي هما لير عندك مورد الخدود والكريم تاع الرجلين بلا سمعك تشمي غير الريحه ديالو باش تشهدي ريحة زوينة ريحة رائعة فنة وعندك التبريمات والصبيغ ومصايبة حتى واحد العشبة واحد التخليطة سميتها الشبوب هذه خطيرة للشعر تبارك الله عليك البنات ها هو الانستغرام ديالي قربي لهذا انستغرام ديالي كريمة كوسميتيك 12
ريما كوزميتيك. صافي واه مرحبا بكم. واي واحد جا من جهتك راه عنده تخفيض. الله يعطيك الخير. والكحول الطبيعي والكحول تاع النيله. الصابون ديالها البنات صابونيات بزاف ديال النوع. جيب لنا هاد لي زاكسيسوار بهذا الشكل هكا. وعندها القماش مع الورد عندها ماور صابون بلدي كلشي كاين حاصل وكريمه حتى هي كاينه تبارك الله عليك. النمره ديالك بالنسبه اللي بغى يتواصل معايا 07 06 27 75 75. تبارك الله عليك الزينه هذا خاص كلشي المغرب كامل لا ليفريزون توفر. تبارك الله عليك الزينه الله يحفظك. هيا محمد يا ماري ياك تبارك الله عليك كدا لبس عليك ومركانية الله يحفظك. هذا التعاونية ديال باقة الشهد ياك غادي نشوفو ان شاء الله معاك انواع ديال العسل وحبوب اللقاح والمسائل ياك طبيعيه المصدر ديال الملح طبعا بحال حبوب اللقاح مثلا تسمينا العسل كاين بحال هكا مكسرات العسل كاينين الخولين كاينين الحبوب كاينين كاين الخلطه الملكيه اللي فيها المنتوجات ديال الخليه العسل وحبوب اللقاح والعكبر والغذاء الملكي كاين العسل عاوتاني كاين الزعتر كاين السيب الكاليبتوس الترموس كاين املو بالنسبه للسوي كاين زيت ارغان ديال الماكله تبارك الله عليك كاين ديال التجميل عاوتاني قلت لي املو حتى هو راه كاين متوفر كاين حتى الكيلو ونص كيلو خواتاتي ها هو وعندهم هاد الباك هذا ديالهم اللي معروفين به هما الشهد ياك بالنسبه للباك في المره اللي فاتت قلت لي يختاروا النوع اللي بغاو الحاجه اللي بغاو هذا سوا 250 درهم 250 فيه ربعه ديال الاملو في حبوب اللقاح في مكسرات وفيه زيت ارغان ديال التجميل تبارك الله عليك هذا سوا 280 درهم فيه الاملو فيه عسل ديال الكاليبتوس وعسل ديال السدره والمكسرات وحبوب اللقاح الله يستر لك كما كليتي الامكانيه ديال التريال اللي بغى يبدل شي حاجه على الدوك ديالو كيف واخا سيدي وعندهم حتى هذا الشهده هكا ومنها مستخلص ديال تعاونيه الشهد السميه وكلشي تبارك الله عليك وطبعا الاثمنه بغيناها هي تكون مناسبه للناس ديال الله يستر لك عمر تبارك الله عليك ندير واحد الاخوان اخوات ديالنا نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شوفوا البنات انا حاولت اني نصور لكم كل شيء راه ما خليت حتى شي واحد ما صورتوش لداخل لهذا نتمنى ان شاء الله ان كاع الناس ديالنا اللي يشوفوا الفيديو يقيموا الخدمه ديالنا يديروا لنا لي جيم يديروا لنا بارطاج يشتركوا معنا مرحبا بكم والله راه حنا كنبذلوا واحد المجهود باش نصوروا لكم نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. هذا هو اليوم الاخير اذكر لا يا ربي اليوم السبت غدا لي نهار التالي انا بغيت نكمل المهم السبت ان شاء الله راه باقي العشيه غادي نحط لكم فيديو يعني في لابريميدي باش نتوما تفرجوا له اللي بغى تجي العشيه ديال السبت راه حتى العشرة ديال الليل والحد عاوتاني من العشرة للعشرة كاين باقي لنا نهار ونص اللي بغى تستغل الفرصه وتجي للمعرض مرحبا ونتلاقاوكم هنايا صحاباتنا وخواتاتنا وشكرا لكم كاملين البنات اللي كبروا بينا وسلموا علينا وعطاونا وقت الله يرحمهم الوالدين والله يجازيكم بخير والله يجازي بخير كاع الناس اللي كيتبعونا شكرا لكم نتلاقاوش على فيديو جديد الى اللقاء.